الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الصين في زيارة يوقع خلالها وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين. ثالث فوز يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي رئيسا جديدا لجهاز المخابرات العامة. محلب يبحث مع محافظ شمال سيناء سير أعمال إخلاء الشريط الحدودي وتسليم التعويضات للمواطنين. القوات المسلحة تقضي على 14 إرهابيا في سيناء ومقتل 5 تكفيريين من أنصار بيت المقدس في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الشرقية. أهلا لكم مشاهدينا، وهذه بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الصين في أول زيارة رسمية له إلى دولة الصين، وتأتي الزيارة في إطار علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين. ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين إلى عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية. وتهدف زيارة الرئيس السيسي لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، حيث أعربت الصين عن رغبتها بترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو المستوى الذي تحتفظ به الصين مع عدد محدود من دول العالم. ويستهدف توثيق العلاقات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية. هذا وتكتسب زيارة الرئيس السيسي أهميتها من رغبة البلدين في تعظيم الشراكة الاستراتيجية وسعيها لتعميق العلاقات البينية. ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي والرئيس الصيني تشي جين بينغ خلال زيارة التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كذلك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. التعاون الاستراتيجي والتوازن في العلاقات الدولية منظور يسيطر على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى إلى الصين في ظل جهوده لإعادة صياغة العلاقات المصرية بالقوى العالمية. وتكتسب زيارة الرئيس السيسي أهميتها من رغبة البلدين الكبيرة التي عبر عنها كل من المسؤولين المصريين والصينيين في تعظيم الشراكة الاستراتيجية وسعيهما لتعميق العلاقات البينية في ظل نظام دولي يتشكل ويميل إلى تعدد الأقطاب. طلبنا من مجموعة من الوزارات في القطاعات اللي لها أولوية للخطة المصرية أنها تحضر لنا مشروعات عشان يتم عرضها على الجانب الصيني لزيارة الصين وعقد اجتماعات مع مجموعة كبيرة جدا من الشركات. هنعرض عليهم المشروعات اللي عندنا، هنسيبها لهم يدرسوها. إذا أتيحت فرصة توقيع مذكرات تفاهم وقت زيارة السيد الرئيس، الرئيس السيسي يسعى من خلال الزيارة إلى إعادة تأسيس علاقات مصر الدولية على أساس تحقيق التوازن السياسي الدولي والاعتراف بالدور الإقليمي المصري في المنطقة، ليتمم بذلك نتائج زياراته السابقة إلى روسيا وعدد من الدول الأوروبية. هذه الرؤية وجدت صداها في دوائر صنع القرار الصيني، وهو ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الصينية عندما أعلن أن المباحثات التمهيدية للزيارة تكشف عن رغبة البلدين في تطوير علاقاتهما إلى درجة التعاون الاستراتيجي الشامل، مؤكدا على أن الصين تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع مصر ودورها الإقليمي في المنطقة. وأشارت الخارجية الصينية إلى أن العلاقات المصرية الصينية تتصف بالشمولية لأنها تشمل العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأنها تتصف بالاستراتيجية لأنها تضع أولوية أولى
في مجال السياسة الخارجية. وكما تسعى زيارة الرئيس السيسي إلى جذب الاستثمارات الصينية إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، فإن الخارجية الصينية كشفت عن إمكانية التكامل بين المشروع المصري وبين مشروع طريق الحرير الصيني الجديد الذي يركز على التعاون في مجالات الطاقة النووية والبنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار والأقمار الصناعية وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة. وتتميز العلاقات المصرية الصينية بالاستمرارية والتوافق في مختلف قضايا منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا فيما يتعلق بالأزمة السورية، والتي ترى القاهرة وبكين ضرورة حلها بشكل سلمي. كما يتفق البلدان على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وأيضا اتفاقهما في القضايا التي تتعلق بمواجهة الإرهاب. معي عبر الهاتف الدكتورة أميرة شنواني، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية والأمين العام للمجلس المصري لشؤون الخارجية. دكتورة أميرة، القيمة التي ستعود إلى مصر جراء هذه الزيارة التي تهدف إلى توطيد العلاقات وتطورها لمستوى الشراكة. الحقيقة أحب أشير إلى أن الرئيس السيسي عندما تولى رئاسة مصر أكد أن مصر يجب أن تكون منفتحة على جميع دول العالم، وأن عهد التبعية في العلاقات الدولية قد مضى وانتهى، وبالتالي تأتي زيارة الرئيس السيسي للصين من هذا المنطلق، وبتعتبر الحقيقة استكمال لسياسة مصر في التوجه شرقا بعد الانفتاح الذي حدث تجاه الاتحاد الروسي. طبعا هذه السياسة بتعني أو الاتجاه ناحية آسيا، بيعني أن آسيا أصبحت في مرتبة متقدمة من اهتمامات السياسة الخارجية المصرية. يعني ما فيش شك طبعا أن هذا التقارب المصري الصيني هيؤدي إلى علاقة استراتيجية هامة، يعني ليس فقط في المجال الاقتصادي، طبعا الاقتصاد والاستثمار وخلافه، وإنما أيضا في المجال السياسي، ونقدر نقول كمان العلمي والتكنولوجي والعسكري. ويعني الصين الحقيقة يعني مهتمة جدا بعلاقتها بمصر، ويمكن الدليل على كده إن هي يعني سبق أن زار وزير خارجية الصين مصر في أغسطس الماضي، وأكد أن الصين بتؤيد مصر في جميع خطواتها نحو تحقيق الديمقراطية والتقدم، وأنها تسعى لإقامة علاقة استراتيجية مع مصر في جميع المجالات. أشكرك جزيلا الدكتورة أميرة شنواني، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية وأيضا الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية. ونستكمل معكم مشاهدينا هذه البانوراما الإخبارية، حيث أدى لواء خالد محمود فؤاد فوزي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجهاز المخابرات العامة. كما أدى السيد محمد طارق عبد الغني سلامة اليمين الدستورية أمام رئيس كنائب لرئيس المخابرات. كان الرئيس السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بإحالة السيد محمد فريد التهامي رئيس المخابرات العامة إلى المعاش، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده. بحث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم مع لواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء سير العمل بشأن أعمال إخلاء الشريط الحدودي وتسليم التعويضات للمواطنين الذين تم إخلاؤهم. واطمأن رئيس الوزراء على الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة وموقف المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها، حيث أجرى رئيس الوزراء اتصالا بوزير الصحة دكتور عادل عدوي للتأكيد على سرعة وصول المعدات اللازمة لبدء تشغيل مستشفى العريش. أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير اليوم عن القضاء على 14 من العناصر الإرهابية المسلحة خلال عمليات المداهمة الأمنية للجيش شمالي سيناء على مدى 3 أيام. وقال المتحدث العسكري في بيان له اليوم إن القوات المسلحة تمكنت خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري من قتل 14 عنصرا مسلحا نتيجة لتبادل إطلاق النار أثناء محاولاتهم مراقبة والهروب من كمائن القوات المسلحة
بالإضافة إلى ضبط 45 آخرين من المطلوبين أمنيا والمشتبه بهم. كما تم ضبط وتدمير 15 سيارة مختلفة الأنواع وثماني دراجات بخارية من دون لوحات معدنية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية. قتل 5 تكفيريين ينتمون لجماعة أنصار بيت المقدس فيما أصيب ضابط بالعمليات الخاصة وتم تفجير سيارتي شرطة في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بين العناصر التكفيرية وقوات الأمن أثناء مداهمة مزرعة بمنطقة سامي سعد بالشرقية. وأقامت قوات الأمن وخبراء المفرقعات بتمشيط المزرعة حيث عثر بداخلها على عدد كبير من العبوات والأحزمة الناسفة والأسلحة الآلية ومدافع جرينوف وآر بي جي، بالإضافة إلى عبوات كبيرة الحجم ممتلئة بالمواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة المتفجرات. عقدت وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربي الأول تحت عنوان الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي. يسعى الملتقى إلى تحويل نظم التقاضي في البلدان العربية إلى التقاضي الإلكتروني بديلا عن نظام التقاضي الورقي. انتقال من نظام التقاضي الورقي إلى التقاضي الإلكتروني كان محور الملتقى العربي الأول تحت عنوان الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي، بعدما تزايدت أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات التي أسفر عنها التقاضي الورقي. المسألة الورقية دلوقتي، التحقيق الورقي والدفاتر وهذا الدفتر اندشت، هذا الدفتر ضاع، التحقيق وقع عليه سائل، واخد بال حضرتك؟ فأصبح لكل هذه المشاكل أصبح التقاضي الإلكتروني موضوع هام وملح. لكن ثمت معوقات وتحديات تعترض عمليات التحول إلى التقاضي الإلكتروني في كل مراحل التقاضي، من بينها معوقات تشريعية وتقنية ومالية. المسألة بتحتاج إلى تكليف، لكن ممكن هذه التكلفة تغطيتها من الخدمة نفسها. إن الشخص اللي موجود في أسوان ومحتاج يرفع دعوة في القاهرة أو يرفع دعوة في محكمة النقض محتاج إنه يسافر 1000 كيلو، أنا ممكن أوفر له تكلفة آلاف الجنيهات اللي هيدفعها والوقت اللي هيهدره مقابل خدمة بعشرة جنيهات فقط عبر البريد الإلكتروني. ووفقا لدراسة قدمت خلال الملتقى، فإن مصر تمتلك فرصا واعدة لإمكانية التحول إلى التقاضي الإلكتروني بشكل كامل. وزارة الاتصالات عندنا في مصر مهيئة تهيئة كاملة لتنفيذ هذه الدراسة، والسيد وزير الاتصالات والمكتب التنفيذي وهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا سمعوا هذه الدراسة في أكثر من موضع ومن مكان، وقرروا لي أن هذه الدراسة المقدمة هم قادرين على إنجازها وتحقيقها في المستوى على المستوى المصري. لا شك أن العدالة البطيئة تكون نوعا من الظلم لأصحاب الحقوق المسلوبة والمعتدى عليها، ومن هنا أضحى الاعتماد على التقاضي الإلكتروني ضرورة حتمية بما يضمن الدقة والسرعة والفاعلية للمنظومة القضائية. هشام حامد، النيل. أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطورة محاكمة المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي محمد بديع و50 آخرين من قيادات وأعضاء التنظيم إلى 5 يناير القادم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات 4. ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإعداد غرفة عمليات لإشاعة الفوضى في البلاد عقب اعتصامي 4 العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة نظر القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة استاد بورسعيد إلى جلسة الغد. يحاكم في القضية 73 شخصا، من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب أولتراس النادي المصري. أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد مرافعة الدفاع عن المتهمين من الأول إلى 5 في إعادة محاكمة 73 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة استاد بورسعيد إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وقررت تخصيص جلسة الغد إلى مشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة. هنشاهد السيريهات بكرة على ما تطلع على المحاضر على محاضر الجلسات، ونبدأ مرافعة إن شاء الله
لبعد باكر. الهيئة الموقرة قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة الغد، وأمرت بإلقاء القبض على المتهم الخامس خالد صديق. قررت المحكمة التأجيل لجلسة باكر 22/12/2014 لعرض الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة وما قد يقدمه الدفاع على أن يتم تجهيز القاعة بشاشة عرض والأدوات اللازمة لذلك، وأمرت بإلقاء القبض على المتهم الخامس خالد حسن أحمد صديق. رفعت الجلسة. إذن ستستمر الهيئة الموقرة برئاسة المستشار محمد السعيد في الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. استمعت خلال الجلسات الماضية إلى طلبات الدفاع، شهود النفي، مرافعة النيابة العامة، وستستمر في الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية شغلت الرأي العام لفترة طويلة، مذبحة استاد بورسعيد، من قام بقتل الشهداء من جماهير الألتراس الأهلوي، هل هي جنائية أم سياسية؟ اللهم أنت الحق فاظهر الحق. محمد علوي، تلفزيون المصري. هذا وننوه لعناية حضراتكم أننا سنعرض بعد هذه الفترة الإخبارية تقريرا مفصلا عن محاكمة المتهمين في قضية استاد بورسعيد. أعادت اليوم السلطات المصرية فتح معبر رفح مع قطاع غزة، وذلك على مدار يومين، وتقرر فتح المعبر لعبور الحالات الإنسانية والعالقين في الاتجاهين والمساعدات، وذلك من 9 صباحا وحتى 4 مساء اليوم وغدا. كانت مصر قد أغلقت المعبر في أكتوبر الماضي عقب هجوم انتحاري دام ضد القوات المسلحة في شمال سيناء، قبل أن تعيد فتحه ليومين فقط نهاية نوفمبر الماضي. مستمرون معكم مشاهدين في هذه الفترة الإخبارية الشاملة، وفيها بعد الفاصل تواصل عمليات فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية، ونسبة المشاركة تتجاوز 36%. كما نتابع أيضا قوات البشمركة الكردية تعلن تحرير قضاء سنجار بالكامل بعد معارك عنيفة مع مسلح داعش. والآن مشاهدينا نتحول معكم في هذه البانوراما الإخبارية الشاملة لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال، وتقدمها حنان الكولي. حنان تفضلي. شكرا لك إيمان. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية من بانوراما النيل وأبرز ما فيها. محلب يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة وزير الاستثمار. التفاصيل والبداية مع هذا القرار الذي أصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام برئاسة وزير الاستثمار، على أن يتولى المجلس دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها وتقديم المشورة والمقترحات التي يراها لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر ولتحسين مناخ الاستثمار بها. يتولى أيضا دراسة ومتابعة مناخ الاستثمار ومعوقاته وحوافزه في مصر واقتراح السياسات والأدوات الرامية لتحسينه، أيضا متابعة وتحليل التقارير الدولية التي ترصد مناخ واتجاهات الاستثمار في العالم واقتراح السياسات التي يمكن أن تحسن من المركز التنافسي لمصر. اقتراح التشريعات وبرامج تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار وتقديم المشورة لوزارة الاستثمار
والمناطق الحرة. كما تضمن القرار أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم الدعم للمجلس بما في ذلك توفير مقر أمانته الفنية ووسائل انتقال العاملين بها. كما نص القرار على أن يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من رئيسه ما لا يقل عن 6 مرات سنويا، ولرئيس المجلس دعوة من أو دعوة من يراه لحضور اجتماعاته وتشكيل مجموعات عمل من أعضاء المجلس ومن خارجه لدراسة موضوعات معينة للعرض على المجلس. نتحول للبورصة المصرية والتي واصلت تعافيها لدى إغلاق تعاملات الأحد بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، مع تعافي أسواق المال العالمية على خلفية تحسن أسعار النفط. وقد استرد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9.5 مليار جنيه من خسائره، ليصل إجمالي ما عوضه من خسائر خلال جلستي اليوم والخميس الماضي معا إلى 20 مليار جنيه، ليغلق عند 485.5 مليار جنيه. وقد بلغت كمية التداول الكلية بالبورصة 2.2 مليار جنيه، فيما أوقفت البورصة التعامل على 56 ورقة مالية خلال الجلسة لمدة نصف الساعة بسبب تجاوزها نسب الصعود المسموح بها والبالغة 10%. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أن الإجراءات التي اتخذتها روسيا مؤخرا بحظر توريد القمح لبعض الدول ليس من بينها مصر. وقال الوزير أن الاحتياطية الاستراتيجية من القمح يكفي حتى أواخر شهر أبريل المقبل ويفوق حدود الأمان. وأضاف الوزير أنه سيتم البدء بفتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين والتجار منتصف شهر أبريل القادم بسعر 420 جنيه للإردب، ومتوقعا استلام كمية في حدود 3,700,000 طن، مشيرا إلى أنه جاري إحلال الشون الحديثة بدلا من الترابية على أن تنتهي في مارس المقبل. قالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي إن العلاقات الاقتصادية مع الصين وتشجيع الاستثمارات الصينية في مصر يشكل جانبا كبيرا ومهما من جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصين والتي تبدأ غدا الاثنين. أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقية منحة صينية مقدرة ب 25 مليون دولار لمصر، وهي منحة سنوية بدأت الصين في إعطائها لمصر منذ 2 عامين. يذكر أن مصر والصين سيقومان بالتوقيع على بعض أو على نحو 25 اتفاقية خلال زيارة الرئيس السيسي لبكين، حيث ترتكز تلك الاتفاقيات بشكل كبير على الجانب الاقتصادي والاستثماري. وافق الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على السماح بإقامة 88 مشروعا للنفع العام على مساحة 151 فدانا من الأراضي الزراعية خلال 6 أشهر الماضية. وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذه المشاريع سيتم تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وتتضمن إقامة مدارس ومحطات صرف صحية وجمعيات تعاونية ومخازن ومراكز شباب، إضافة لإنشاء وحدات صحية ومحطات لمياه الشرب ومعاهد دينية. انتهت مشاهدينا الوقفة الاقتصادية، شكرا لطيف المتابعة. عودة مرة أخرى لمصلة بانوراما النيل مع إيمان، إليك. شكرا جزيلا لك حنان. وقبل أن نواصل معكم مشاهدينا هذه البانوراما، إليكم تذكرة بعناوينها. الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الصين في زيارة يوقع خلالها وثيقة شراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين. خالد فوزي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي رئيسا جديدا لجهاز المخابرات العامة. محلب يبحث مع محافظي شمال سيناء سير أعمال إخلاء الشريط الحدودي وتسليم التعويضات للمواطنين. القوات المسلحة تقضي على 14 إرهابيا في سيناء ومقتل 5 تكفيريين من أنصار بيت المقدس في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية. تواصل مكاتب الاقتراع في تونس عمليات فرز الأصوات
بعد أن أغلقت أبوابها في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي تنافس فيها المرشحان رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي ورئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي. من جانبها أشارت مصادر بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع وصلت إلى حدود 47% قبل ساعة واحدة من إغلاق أبواب الاقتراع. وفور إغلاق صناديق الاقتراع أعلن مدير حملة السبسي فوز مرشحه في الانتخابات وفقا لاستطلاعات الرأي، إلا أن حملة المرزوقي نفت هذه الأنباء. وللمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من تونس مراسلتنا فوزية الغيلوفي. فوزية، كيف تابعت عمليات غلق الصناديق خصوصا مع تضارب الأنباء حول أي من المرشحين فازا، السيبسي أم المرزوقي؟ منذ ساعة ونصف تم إغلاق مكاتب الاقتراع في كامل محافظات الجمهورية التونسية، ولكن إلى حد الآن الاقتراع لم ينتهي في دول الخارج وخاصة في الولايات المتحدة، إذ أنه سينتهي مع الساعة الثانية صباحا، وهذا ما يدعو إلى أننا لا نستطيع أن نقول من يعني فاز في هذه الانتخابات. كما ذكرتم فإن يعني مناصري الباجي قائد السبسي في تونس يحتفلون في العاصمة الآن بفوز مرشحهم، ولكن يعني مناصري المرزوقي لا يقبلون هذه النتيجة ويقولون بأنها غدا ستكون النتائج النهائية التي ستصرح بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المخولة الوحيدة لإعطاء نتائج. بعض مؤسسات صبر الآراء يعني أعطت بأن السبسي تقدم على المرزوقي بنسبة كبيرة، والبعض الآخر يقول بأن الفارق ضئيل بينهما، ونحن في تونس ننتظر إلى أن تنتهي العملية الانتخابية في الخارج والإعلان غدا على الساعة 6 مساء عن نتائج الانتخابات من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نعم فوزية، ولكن يعني جرت العادة أن المؤشرات الأولية ربما تسوق التوقع بشكل كبير بعيدا عن تصريحات سواء حملة السبسي أو حملة المرزوقي، ما من أي مؤشرات أولية حتى الآن تشير إلى استمرار تقارب النتيجة ما بين المرشحين في الجولة الأولى؟ يمكن بالنسبة للأدوار السابقة في الانتخابات يمكن أن نقول بأن صبر الآراء كان متأخرا نوعا ما بعد إغلاق مكاتب الاقتراع، ولكن اليوم بعض يعني مؤسسات صبر الآراء أعطت يعني توقعات للنتائج قبل غلق المكاتب الاقتراع، وهو ما جعل يعني البعض يشكك في هذه النتائج نظرا لأن عملية الفرز لم تتم بصورة كاملة وأن بعض المواطنين لم ينتخبوا يعني بعد. هذا ما جعل الأنباء تتغارب هنا، ويمكن بعد ساعة من الآن هناك مؤسسات أخرى ستقدم صبر للآراء الذي تم بعد إغلاق مكاتب الاقتراع. يمكن في هذه صبر للآراء يعني هذه تكون أقرب إلى النتائج النهائية منها إلى النتائج منذ قليل. نعم، لكن فوزية يعني ما بدأته الحملتان حتى الآن يعني من التسابق في إعلان فوز مرشحهم، هل ينذر بحدوث شبه توتر أو تشكيك في نتائج هذه الانتخابات من قبل مرشحي الرئاسة أم من حملتيهما أو مناصريهما؟ لا، بالنسبة إلى النتائج التي توجد الآن في تونس لا يشكك أيا كان، حتى وإن كان يعني مناصرو محمد المنصف المرزوقي يقولون بأنهم ينتظرون النتائج الرسمية، ولكنهم قالوا في تصريح منذ ساعة رئيس حملة المرزوقي قال بأنهم سيقبلون أيا كانت النتائج إن كان المرزوقي هو رئيس المرحلة القادمة أو لا، وبالعكس فهم سيهنئون الفائز في الانتخابات، وقالوا بأن تونس هي من فازت في هذه الانتخابات لأنها عاشت يعني عرسا ديمقراطيا بعيدا عن كل التجاوزات وال يعني العمليات الإرهابية التي كانت يمكن أن تحصل في أكثر من منطقة. نعم، ونفس الأمر ينطبق على الشارع التونسي الذي بالتأكيد في هذه اللحظات يترقب ما ستسفر عنه عمليات الفرز. كيف هي الأجواء الآن في أرجاء الشارع التونسي؟ يعني الأجواء احتفالية. نعم. هناك سيارات تحتفل في الشوارع، وهناك مواطنين خرجوا إلى يعني شارع لحبيب بورقيبة، وهناك من ذهب إلى أماكن حملة المرشحين. كل الناس يعني فرحة هنا في تونس
ليس للاسم الذي سيكون يعني رئيسا للجمهورية القادمة، ولكن لأن تونس انتصرت في هذه المرحلة ولم يثنها العمليات الإرهابية عن الخروج والإدلاء بأصواتهم، يعني سننتقل من الحالة المؤقت إلى الحالة الدائم، وستكون هناك مؤسسات دائمة وسيتغير الوضع في تونس. هذا ما يعيشه التونسيون بعيدا عن كل التجاذبات السياسية التي قد تحصل بين يعني المترشحين. انتظارا لإعلان النتيجة بشكل نهائي فوزية، هل مع قدوم ساعات الليل على الأقل ستظهر مؤشرات أولية تشير إلى أيهما الفائز في الانتخابات، السيبسي أم المرزوقي؟ هيئة الانتخابات ستقوم بعد ساعة من الآن بندوة صحفية ستعلن فيها عن آخر نسب المشاركة والنتائج التي يمكن أن تتوفر عندها في عديد المحافظات التونسية، ولكن كما قلنا فإن الهيئة أعلنت يعني مساء هذا اليوم بأن النتائج الأولية والنهائية ستكون غدا مساء، يمكن هذه الليلة ستكون في بعض الدوائر الانتخابية هناك نتائج بأن الفرز انطلق منذ الساعة أو أكثر، ولكن النتائج الأولية النهائية ستصدر غدا إن شاء الله. أشكرك جزيلا فوزية الغيلوفي مراسلتنا في تونس. وفي تطورات الشأن الليبي، قتل 4 جنود من قوات الجيش الليبي جراء اشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمحور الصابري. في غضون ذلك دفع الجيش الليبي وقوات موالية للواء خليفة حفتر بتعزيزات عسكرية إلى الهلال النفطية، أغنى مناطق ليبيا بالنفط، في الوقت الذي تتصدى هذه القوات الحكومية لميليشيات ما يعرف باسم فجر ليبيا التي تنوي الاستيلاء على المنطقة بحسب مسؤولين عسكريين. في الوقت نفسه أعلن قائد السلاح الجوي الليبي أن طائرتين من طراز سوخوي 24 انضمتا لأسطول سلاح الجو وحطتا في مطار رأس لانوفا النفطية. كان وزير الخارجية الليبي محمد الدايري قد طالب المجتمع الدولي بمساعدة الجيش الليبي وإمداده بالسلاح دون تدخل عسكريا في البلاد. تتزامن هذه التصريحات مع دعوة الحكومة الليبية المؤقتة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليات إزاء حماية المدنيين في ليبيا، محذرة من انتشار الإرهاب في دول الجوار إذا ما تمكنت قوات فجر ليبيا من احتلال الموانئ النفطية. وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها إن زحف قوات فجر ليبيا باتجاه الشرق يستهدف فك الحصار عن المجموعات الإرهابية في بنغازي ودرنا. دعت مجموعة من المنظمات اليهودية المتطرفة أنصارها إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غدا. تأتي هذه الاقتحامات في إطار الاحتفالات بعيد الأنوار اليهودية حسب زعمهم، حيث قاموا بإشعال النيران على بعد أمتار من المسجد الأقصى قرب حائط البراق بمشاركة عدد من قادة الاحتلال وكبار الحاخامات. هذا وتسود المسجد الأقصى اليوم حالة من التوتر عقب اقتحامات استفزازية نفذتها جماعات من المستوطنين اليهود منذ ساعات الصباح من باب المغاربة بحراسات مشددة من شرطة الاحتلال. استعاد السيطرة على مناطق واسعة من فضاء سنجار شمالي العراق بعد معارك استمرت عدة أيام مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بحسب مصادر عسكرية. في غضون ذلك أكد قائد شرطة الأنبار أن القوات العراقية تمكنت من فك حصار التنظيم لقاعدة عين الأسد الجوية التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق. يأتي هذا فيما أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار عن نجاح القوات الأمنية من الجيش والشرطة العراقية في تحرير ناحية الوفاء بغرب الرمادي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابية، وفرضت القوات الأمنية مدعومة بمقاتل العشائر من سيطرتها بشكل كامل على الناحية، بالإضافة إلى استعادة السيطرة على جميع المباني الحكومية ومراكز الشرطة في الناحية، وذلك في ظل غارات جوية قوات التحالف الدولي. والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أخبار الرياضة في هذه تقدمها حنان عاطف. تفضلي حنان. شكرا إيمان، أهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الرياضية وفيها بعض الفاصل. رسميا الداخلية توافق على عودة جزئية للجماهير مع انطلاق الدور الثاني للدوري الممتاز.
دعمت الشمس اليوم داخل 3 أماكن أثرية في مصر فلك بيوم الانقلاب الشتوي، يعد إذانا ببدء فصل الشتاء في نصف شمالية. الأماكن التي تعامدت عليها الشمس هي قدس أقداس الإله آمون بمعبد الكرنك بالأقصر، ومعبد الدير البحري الخاص بالملكة حتشبسوت في البر الغربي بالأقصر، ومعبد قصر قارون بالفيوم، حيث الإله سوبك الإله ذو رأس التمساح. الشمس رمز ميلاد يوم جديد وعصور متجددة في ثقافة الفراعنة. من هذا المنطلق بنى المصريون منجزات حضارتهم في معابدهم ومقابرهم ورسوماتهم الخالدة. ففي حدث فريد يدل على ريادة المصريين في علم الفلك، تتعامد الشمس على المعابد الفرعونية والتماثيل الأثرية في كثير من أرجاء مصر أكثر من مرة كل عام. الأقصر مدينة الألف باب، والتي تضم بين جنباتها أكثر من ثلثي الآثار المصرية، أقامت احتفالية بمناسبة تعامد أشعة الشمس على معبد الكرنك، شارك فيها العديد من السياح وشباب الاتحاد العربي الإفريقي وعدد من علماء الآثار والفلك، بالإضافة إلى أهالي المحافظة. كما احتفلت محافظة الفيوم بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وشهد الاحتفال لفيف من السفراء الأجانب والفنان محمد منير وعدد من رجال الأعمال وأساتذة كليات السياحة والآثار وأبناء الفيوم. وفسر العلماء الظاهرة بتفوق المصريين القدماء في علم الفلك وحركة الشمس، أو بمعنى أدق الحركة الظاهرية لها حول الأرض، لذا كانوا يقومون بتشييد المعابد مواجهة للشمس لتسجيل ظاهرة فلكية أو مولد للإله. وهكذا أبهر قدماء المصريين العالم في جميع المجالات التي نبغوا فيها كالطب والفلك والهندسة، والتي سبقوا فيها العالم باكتشافاتهم وبراعتهم العلمية، وترك لنا أجدادنا تلك الآثار لنبعث رسالة إلى العالم أجمع أن مصر آمنة. وفي ختام هذه البانوراما الإخبارية إليكم تذكرة بأهم ما ورد فيها. الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الصين في زيارة يوقع خلالها وثيقة شراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين. خالد فوزي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي رئيسا جديدا لجهاز المخابرات العامة. محلب يبحث مع محافظي شمال سيناء سير أعمال إخلاء الشريط الحدودي وتسليم التعويضات للمواطنين. القوات المسلحة تقضي على 14 إرهابيا في سيناء ومقتل 5 تكفيريين من أنصار بيت المقدس في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في الشرقية. وبهذا نصل إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الشاملة، أتتكم من النيل، إلى اللقاء.